انت عارف عليك رجب الخضري. قول لي حضرتك بكره، حضرتك تعلم جدا ان بكره رمضان خلاص، يعني كلمني عن الاسعار النهارده، وهل في الاسعار من زياده ولا انخفاض ولا ايه؟ لا، هي الاسعار اللي احنا شغالين فيها من شهر فات هي اللي شغالين بها دلوقتي، مفيش جديد عشان حضرتك، لان الاقبال برضو مش ده الشغل بتاع شهر رمضان، الاقبال ضعيف. فالاسعار المواطنين ضعيف؟ لا ضعيف جدا، لان في امتحانات وفي مدرسين شغاله، فالناس مش فاضيه للمجهود سنه عند ابنه او بنته ما يضحش في 3 4 ايام عشان يشغل بيه بالاكل والشرب. الاكل موجود بالنسبه، والاسعار ما اتغيرتش، وكل الاسعار طبيعيه من حوالي شهر. تعمل تتراوح كام الاسعار؟ يعني الاسعار ثابته؟ يعني الاسعار ثابته عشان خاطر ما فيش سحب. يعني حضرتك انا واقفه وانت قدامك حضرتك زبونتين، المفروض انا قدامي ما تعرفيش تتكلمي معايا من الزبون، ده اللي اتعودنا عليه. انما حضرتك الاسعار زي ما هي ثابته، ما فيش تغيير، الاسعار ثابته. قول لي بقى حضرتك، كلمني على الخضار، الطماطم. بالنسبه طماطم 4، بالنسبه بصل 4، بالنسبه فلفل حامي 10، باميه 15، فلفل رومي 8، بتنجان عروس 6، ابيض 6، بتنجان رومي 5، كوسه 6، ورق عنب 15، كرنب ب 10، فلفل الوان 20، كابوتشا ب 5 جنيه الواحده، الخس البلدي ب 2 جنيه، الفلفل الاخضر قلت لحضرتك 8 جنيه. قولي لي بقى اخبار الاسعار النهارده، بالذات ان بكره رمضان. شدت شويه، كل حاجه شاده النهارده. يعني ايه غاليه النهارده؟ عشان بس اول كده غاليه ازاي؟ الاقبال عندك عامل ازاي حضرتك؟ كل ها يعني ربنا يسهل. احنا قاعدين على الله. في النهارده في غير اي يوم؟ لا، عشان اليوم ده معروف الناس يعني ايه بتطبخ وكده عشان رمضان، بياخدوا الحاجات النهارده ويوصلوا. عامله كام الملوخيه والطماطم والباميه والاسعار؟ ارخص حاجه الملوخيه. الملوخيه؟ شديده. لا لا، محمد رسول الله. نعم. الملوخيه كام؟ الملوخيه ب 8. بكام؟ ب 8 جنيه. والطماطم؟ الطماطم ب 4. ب 4؟ طماطم كويسه. الاسعار دي والباميه والكرنب؟ الباميه اللي غاليه شويه، حاجه و20. كم يعني؟ البامية 25. الفلفل والفاصوليا؟ الفلفل ب 10 جنيه. تعرف عليه؟ أيوة يا أستاذ عبد التواب. أهلا وسهلا. الأسعار ثابتة، هي راهو حصل تحرك في السعر واللحم غلي شوية، التجار استحملت الغلا ده شوية يعني عشان القوة الشرائية ضعيفة. يعني القوة الشرائية ضعيفة؟ الإقبال ضعيف. رغم ان بكره رمضان. ما بكره رمضان بس الناس يعني كده غلا كده، والمعيشه بقت غاليه، واللي عايز كيلو بياخد نص، واللي عايز اتنين بياخد كيلو، وغصب عن الناس، غصب عن ايه؟ صحيح بياكل، بس بياكل بقى مش بالكميه اللي هو ايه اللي كانت مطلوبه اللي كان بياخدها الاول. يعني دلوقتي كيلو لحمه عامل كام؟ كيلو لحمه عامل 150. 150؟ قبل كده من شهر كده، من العيد ولا ايه؟ هي برضو بقى لها فتره كده ثابته 150، والضاني 150، والبتلو طبعا ممنوع. بس من ممنوع عشان ده بيربوه، هو عجل صغير ب 40 كيلو، الحكومه منعت ذبيحه عشان يتربى يبقى 400 كيلو 500، فمنعوا ذبيحه. فالوقت اللي موجود اللحم الكندوزي اللي هو العجول، واللحم الضاني ده البلدي البلدي البلدي. قول لحضرتك ايه اخبار اسعار السمك النهارده؟ النهارده البوري ب 45، بولتي ب 26، موسى ب 60، ماكريل ب 27، ماكريل ب 39، فيليه مستورد ب 40. الاسعار في زياده ولا انخفضت ولا عشان بكره رمضان؟ لا، هو الاسعار هي هي ايه، من شهر ثابته؟ من 3 شهور، مش من شهر. الاسعار هي زي ما هي، البولتي والبوري كل الاسعار زي ما هي. كل الاسعار زي ما هي. طب كل حاجه في اقبال يا فندم؟ في الحمد لله. في ناس بتيجي تشتري؟ في الحمد لله. بما ان بكره رمضان. ما هو النهارده شويه بس عشان خاطر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. الناس بتلجا للزبون، الزبون خفيف في اول يوم؟ لا، بعد يومين ثلاثه كده يبتدي شغل السمك. في الاول كده على الفراخ واللحمه.